مرحبا بكم جديد في زوم 73 العشرة ودقيقة بالضبط على نجمة فام. أهلا وسهلا بالناس اللي التحقت بينا والناس المتفاعلة معنا ديما على نجمة فام، مي سورتو على الموضوع اللي كنا أحكينا عليه البارح، موضوع سبيطار سهلول أو مستشفى سهلول وقسم جراحة العظام. الحقيقة ردود أفعال كبيرة برشا جاتنا من عند الناس، تليفونات تشكيات وشهادات من عند بعض المواطنين، وبعد شوية باش نمدوكم بالشهادات هذية نحكيو في الموضوع هذا. زادا كيف نحكيو على قطاع الصحة لهنا، الأطباء القطاع الخاص والكنام، إيقاف التعامل بين أطباء القطاع الخاص والكنام وحتى صيد لزادا كيف دونك نعطيكم التفاصيل الكل. سينون باش نرجعوا على حادث انتحار المرأة اللي كان صار البارح في حي الزهور، وباش نحكي وعلى الاعتداءات المدة الأخرانية قاعدة متكررة على مختلف المقرات. نحكي وعلى هنا على مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، وإلا زاد منظمة الدفاع عن المستهلك بسيدي بعلي. ثم اللي تسمعوا فينا على نجمة فهم تنجموا تعدلوا موجاتكم على 88 459 89 9، سينو زيد تنجموا تشوفونا وتسمعونا في الفيسبوك على الباج فيسبوك نتاعنا نجمة فهم، وبيان على الباج يوتيوب نتاعنا نجمة فهم. قبل هذا الكل باش نمشي ومع ريم في الافتتاحية اللي اختارت اليوم العنوان باش يكون اعمل الخير في اهله وغير اهله حتى تلقى اهله. تتسويت على سلامتكم. الافتتاحية اليوم ماهيش سياسية، اليوم باش نحكي على الاخلاق، الاخلاق اللي تجمعنا في عائلاتنا مع اصحابنا وفي محيط العمل وفي الشارع. الأخلاق اللي ولات عملة صعيبة وقت اللي أمك وبوك يعلموك تعامل الناس بأخلاقك مش بأخلاقهم، وتفيق في وسط تعاملاتك اليومية اللي الأخلاق ولات تحسب ضعف، قلة حيلة، نفاق وانبطاح. وفي وسط مشاغل الدنيا تقابل ناس كيفك وناس أقل منك وناس أكثر منك، وبطبيعة نحكي أخلاقيا اللي أقل منك يمشي في بالهم اللي عقلية تبوريب معاك توصل خاطرك متخلق، ويبدأوا في استعمال أسلحتهم اللي تبدأ بتدميرهم قبل تدميرك، وفي الأخر تغلب وصية أمك وبوك عمل الخير في أهله وفي غير أهله حتى تلقى أهله. أما أنهم أهله؟ أهله اللي تقف معهم ويغدروك، ولا أهله اللي تلقاهم تلقالهم الأعذار ويخونوك، ولا أهله اللي يمشي في بالهم عديوها عليك. ونرجع للأخلاق اللي تخليك تترفع وتبعد على قاع مزدحم، وتفيق باللي في قفاك قبل اللي في وجهك، وتزيد مع وصايا أمك وبوك وصية جديدة وهي رد بالك من السكبان يحرش القطوس ويبكي مع الفيران. المشكلة كبيرة برشا اليوم النفاق اللي قاعدين نعيشوا فيه في مختلف المؤسسات، في ديارنا مع أصحابنا مع عائلاتنا، مشكلة القيم هذه اللي ماشي عمال تندثر اللي الناس ما عاش تربي ما عاش ترالك بشي اللي تعملوا لي، ما عاش تشوف لك بالحاجات الباهية اللي تعملها مع الناس. هو النفاق الاجتماعي نحكيوني على ظاهرة، ولات حتى دخلت في السياسة، نحكيو على نفاق سياسي ونحكيو على نفاق اجتماعي اللي هو اللي تطور لنفاق سياسي. ساعات من كثرة ما تاخذ ضربات على راسك، نحكي سياسيا واجتماعيا، تولي تنجم تفيق باللي قاعد يصير داير بيك من غير ما تظهر، معناتها واللي مقابلك يمشي في باله اللي انت ماكش فاهم. اما مالوغوزمون ضربات اللي ياكلهم الانسان على راسه ديما خليوها يبدا فيهم شنو اللي داير بيها، اما من غير ما يعمل حتى رياكسيون. في السياسه نفس اللي قاعد يصير في المجتمع، راهو طبقه سياسيه قاعده تنفق في بعضها، طبقه سياسيه قاعده كما تقول انت المثال نتاع يضحكوا في وجوه بعضهم اما في القفاه حاجه اخرى. مالوغوزمون اليوم تونس سياسيا واجتماعيا ولات اخلاق نتاعها على قد. رساله مضمونه الوصول اليوم من عند ريم في الافتتاحيه في ليديتوز 73، تلقاوها بعد شويه على الباج فيسبوك، وتلقاوها زاد كيف على اليوتيوب. تامر حسني في نفس الموضوع يغني على الوشوش والا الوجوه المتقلبه. الانسان توا ما عادش عنده زوز وجوه، يقول لك انسان بوجهين، اليوم ولات عندنا اكثر من زوز وجوه. خلينا نسمع الموسيقى مواصلين معكم في زوم 73.